أظن إن ده شيء صحي للعلاقة، إن كل واحد يبقى عنده أسرار خاصة، بس ما تضرش العلاقة. يعني مثلا مش حاجة إن هو مثلا بيخونها ومخبي عليها، ده مش سر، ده خيانة. أكيد كل واحد لازم يبقى له مساحته الخاصة. افرض هي في حاجات لأهلها مش عايزة تقولها له، ما تقولها لوش. مش كل حاجة لازم الزوج يقولها لزوجته والعكس، يعني لازم يخليه جاردان دو سكري، يعني انا عندي حته كده لنفسي. اكيد لازم يكون في اسرار، في حاجات انا لو اتناكشت عليها وعرفتها هتعمل لي مشاكل، وليه اصلا اروح افتح باب المشاكل بنفسي؟ لازم يبقى في مساحه صغيره كده للزوج، مش عيب ولا حرام يعني، ولازم هو يبقى متقبل العمليه دي بالنسبه للزوجه. لا طبعا لا، بس لو حاجه تخص اهلها حاجة خاصة لا طبعا ما ينفعش تتقال. حاجات تخص عائلتها، حاجات تخص اخواتها، حاجات تخص العيلة، مش عيب انها تحتفظ بيها. بعدين دي ما فيهاش حاجة، ده شيء طبيعي، زي ما انا بدي الحق لنفسي اللي انا يبقى ليا مساحة خاصة بيا، ما تعرفش مش عيب ولا حرام. طبعا انا متزوجة ويعني في حاجات مش كل الحاجات بقولها، يعني عشان لاحظت لما اقول كل حاجه بيستخدمها ضدي بعدين. يعني طالما حاجات مش في اطار الزوجيه بتاعتهم وحياتهم خلاص، طالما كده مش هتضر العلاقه. المرتب والعلاوات، في اسرار ما ينفعش كل حاجه تبقى هي عارفاها، واكيد هو في الاخر هيروح يقول لها، بس كل حاجه ليها وقتها.